السلام عليكم، مع حضراتكم مهندس سيد عامر. ان شاء الله هنكمل الجزء الثالث من محاضرة الليك كومبوننت كاستكمال لكورس هندسة حفر ابار البترول. خلصنا الاثنين سيستم اساسيين من الانظمة الاساسية في اي بريمة، وهو كان في البداية الهويستنج سيستم وخلصناه، وبعدين اشتغلنا في المحاضرة اللي فاتت عن روتيتنج سيستم. ان شاء الله هنكمل الجزء اللي جاي، ده هو الجزء الخاص بالتيوبلر او الدريل سترينج والهاندلنج اكويبمنت بتاعته. طيب، بداية انا عندي في كلمة هنسمعها كتير جدا، هي اسمها الدريل سترينج. الدريل سترينج ده هو المسار اللي هيعمل لي حاجتين. هيعمل اول حاجة هيوصل لي الحركة الدورانية اللي اخدتها من لاما التوب درايف لاما من الروتاري تيبل. هبدأ اوصل الحركة الدورانية دي للدقاق، يعني هو عبارة عن مجموعة من المواسير متوصلة في بعضها، اكويبمنت متوصلة في بعضها عشان في النهاية توصل لي للدقاق. فبالتالي هتاخد الحركة الدورانية دي من فوق من التوب درايف او من الكيلي لو انا شغال بالكيلي او بالتوب درايف بالكيلي والروتاري تيبل او بالتوب درايف. المهم في كلا الحالتين هاخد حركة دورانية هتمشي خلال السترينج وتوصل تحت للدقاق. طيب، وطبعا الدقاق هياخد الحركة الدورانية دي للبوتوم ويبدأ ان هو يكسر لي في الصخر الموجود تحت. طيب، في نفس الوقت بيسمح بمرور سائل الحفر اللي هستخدمه، هضخه جوه الماسورة، هينزل هيمشي في المواسير او في الدلسترينج ده لحد الدقاق، ياخد الكاتنج اللي اتكسر ده والفتات الصخري ويطلع بيه من الفراغ الحلقي الموجود ما بين الدلسترينج وما بين الهول. طيب، ويطلعه لي فوق. طبعا يبقى هيوصل لي سائل الحفر او المد من فوق خالص من عند المد بامبس لحد الدقاق تحت والبوتوم، ويشيل الكاتنج اللي اتكسر او الفتات الصغير اللي خرج من الدقاق ويبدأ ان هو يرفعهولي في الفراغ الموجود ما بين السترينج وما بين الكيسينج. طيب، في نفس الوقت هيسمح بتحديد اتجاه البيل. مش دايما الحفر مش باستمرار بيكون حفر فيرتيكال، يعني مش حفر افقي، لا انا في وقت حفر رأسي، لا في وقت من الاوقات ممكن ان انا احتاج ان انا احفر بزاوية، يعني السترينج ينزل وياخد زاوية معينة وابدأ ابني الزاوية دي لحد ما اوصل للتارجت بتاعي. يعني هنشوف الموضوع ده ان شاء الله في الدايركشنال دريلنج بالتفصيل. طيب، ده كان الفانكشن بتاعه. طيب، مكونات الدريل سترينج ده عندي قلنا هو مجموعة من المواسير او التيوبينج اكويبمنت، تيوبلر اكويبمنت هستخدمها. اول طيب كده بالنسبة للدريل بايب. الدريل بايب قلنا زي ما اتكلمنا هي عبارة عن هولو بايب، ماسورة مفرغة من الداخل، فيها في الناحيتين حتة بنسميها التول جوينت. التول جوينت دي بتكون ملحومة في جسم الماسورة. التول جوينت دي في من ناحية بتكون بن ومن ناحية التانية بتكون بوكس، ليها ستاندر. الستاندر بتاعها في الطول بيتراوح من 28 ل 30 متر ل 30 قدم اللي هي حوالي 9 متر. برضو ليها مجموعة من الستاندرز والسايزات زي ما انا شايف. ده جسم الماسورة، ده الدريل بايب ملحوم فيه طول جوينت من ناحيتين. الطول جوينت دي بتوفر لي ان انا اقدر اعمل كونكشن ما بين ماسورة والتانية عن طريق البن والبوكس ميكانيزم. طيب، الدريل بايب زي ما انا شايف ده جسم الماسورة. الطول جوينت اللي فوق اللي هي بتمثل البوكس، الناحية اللي تحت بتمثل البن او زي ما انا شايف اهو. وطبعا السردين او السن ده بيدخل جوه ده واعمل روتيشن، خلاص السن اتلضم، ابدا ان انا اعمل تورك على البن، اخد تورك عليه وبالتالي كده عملت كونكشن. طيب، الجريدز بتاعت المواسير المعروفه. اول حاجه بالنسبه لللينز، فانا عندي رينج 1، طول الماسورة فيه بيتراوح من 18 ل 22. اقل من 18 ما ينفعش ان انا استخدمها كماسورة حفر، دي بتعتبر باب جوينت او بره حدود مواسير الحفر. رينج 2 وهو ده المستخدم بكثرة جدا بيتراوح طوله من 27 ل 30 قدم. رينج 3 من 38 ل 45 وده نادر الوجود. طيب،
في نفس الوقت البايبلاين جريدز بنقسمها ديبند على التنسايل سترينث او قوه الشد اللي اقدر اعملها على الماسوره، وفي نفس الوقت التورك اللي هقدر اخده على السن. فهلاقي ان انا عندي 5 جريدز معروفين، الدي والاي والاكس والجي والاس. اغلب برضو المستخدم هو الجي والاكس. الجي 105 ده المينيمم ييلد سترينث بتاعها، و الاس 135 الف بي اس اي، يعني اقدر اشد الماسوره اعمل قوه شد على الماسوره تصل الى 135 الف بي اس اي على الماسوره دي. طيب الدايمنشن عندي مواسير الحفر ليها قطر معروف، بتبدا من 2.38 2.78. خلينا نتكلم على الحاجات الستاندر المعروفه جدا، هي ماسوره الحفر 3.5، دي بستخدمها في الحاجات اللايت او الحاجات الخفيفه. في مواسير الحفر الخمسة اللي هي وزنها بيكون 19.5 باوند لكل فيت، ده من الحاجات المشهورة جدا في الحفر. ماسورة حفر 5 بوصة وزنها 19.5 باوند لكل قدم. في نفس الوقت السن بتاعها 4.5، نوع السن ده اي اف. في مواسير حفر 5.5 السن بتاعها بيكون تقريبا 5 بوصة، والسن رج تقريبا. الوزن بتاعها بيوصل ل 27.7 قدم باوند لكل قدم. زي ما انا شايف ده فلور مان واقف في عنده ماسورة موجودة في البير حاليا دلوقتي ممسوكة بسليبس. ده التول جوينت بتاعت الماسورة اللي تحت، ده البن، ده التول جوينت كلها اهي. هو في حاجة رفعه له بنسميها الهورس، رفع الماسورة دي، هو مجرد ان هو بيحط السن البن جوه البوكس وهيبدأ يدخل يعمل روتيشن للماسورة دي، فالسن ده يكون دخل جوه البن، دخل جوه البوكس، بعد كده الحفار هياخد تورك عليها. طيب احنا كل كلامنا دلوقتي عن الدريل سترينج، اتكلمنا عن حاجة بسيطة جدا فيه وهو جزء منه اللي هو الدريل بايب. تحت الدريل بايب على طول بستخدم حلقة وصل ما بين أقطار كبيرة وأقطار صغيرة أو أوزان صغيرة وأوزان كبيرة، فعندي نوع تاني اسمه الهيفي ويت دريل بايب. الهيفي ويت دريل بايب دي عبارة عن ماسورة حفر لكنها في النص فيها تقل أو وزن في النص مش تول جوينت، ده جزء أبسط بيدي وزن إضافي لمواسير الحفر. منها أنواع، عندي منها النوع الستاندر بتاعها بيكون فيه في النص كده حاجه زي تقل او ابسط. في منها نوع تاني اللي هو الهيفي ويت سبايرال دريل بايب، ودي بستخدمها عشان انا اقلل عمليه الستاك بايب، ودي مشكله هنشرحها ان شاء الله بالتفصيل. دي الاشكال المختلفه من الهيفي ويت دريل بايب. النوع الاولاني ده هو كونفنشنال او الستاندر، بيبقى فيه الابسط اللي احنا قلنا عليه، ده بروفايد ويت. عندي شكل تاني فيه 2 ابسيت، في شكل فيه 3 ابسيت، في شكل فيه 3 ابسيت لكن سبايرال، لكن خلينا نقول ان ده الشكل الاولاني. والشكل الاخير اللي هو السبايرال ده هما الاشكال الثابته او المعروفه. طيب تالت حاجه عندي الدريل كولر. الدريل كولر ده عباره عن وزن عالي جدا بستخدمه to provide weight on bit. هو عباره عن سيك وول، جسم الماسوره نفسها المعدن اللي فيه كبير جدا، بيقدر ان هو يديلي اوزان بالاطنان، كل ما بستخدم عدد كبير منه فانا بقدر ان انا بروفايد ويت اون بيت. على سبيل المثال ده دليل، يعني ده نظره بسيطه على شكل الفرق ما بين الدليل بايب وما بين الدليل كولر. الدليل كولر شكله يعني سميك جدا، لكن الدليل بايب السمك بتاعها بيكون صغير، وزنها بيكون قليل، لكن هنا الوزن بتاعها ممكن بيصل لو عندي عمود 8 بوصة الوزن بتاعه ممكن يصل الى 150 باوند لكل فيت، في حين هناك كنا بنتكلم على الدريل بايب 19 باوند لكل فيت، لكن هنا ممكن نوصل ل 150 دفع في ال 8 بوصة. 8 بوصة ده كمان مش كبير، انا بوصل ل 11 و 14 بوصة دريل كولر. في نفس الوقت انا عندي ستاندر منه، الستاندر ده زي مواسير الحفر مثلا. مواسير الحفر فيه ماسورة حفر قطرها 3.5 وزنها 13.3 باوند لكل قدم. عندي مواسير حفر 4.5 قطر الوزن بتاعها 16.6 باوند لكل قدم. عندي مواسير حفر 5 بوصة وهي دي المتعارف عليها
يعني كستاندرد للبايب، وزنها 19.5 باوند لكل قدم. الديل كولر هيخلف معايا الكلام ده كله، وهنوصل ل 150 و160 و200 باوند للقدم الواحد. طيب انا كده اتكلمت على الميجور اكويبمنت الموجوده في دريل سترينج. يبقى دريل سترينج عندي اتكون من دريل بايب، هيفي ويت دريل بايب، عندي كمان الدريل كولر. في بعض الاكويبمنت الصغيره اللي بستخدمها زي الصب. الصب ده عباره عن اكويبمنت صغيره بستخدمها زي ما انا شايف كده، اطوالها مش ثابته، ملهاش ستاندر في السايز بتاعها ولا الدايمتر ولا الطول. في منها مثلا صب ان انا الاقي حاجه صغيره كده مثلا بتاع متر او مترين، مترين ده كتير كمان، بنتكلم في متر مثلا، ومن ناحيه فيه سن بن، ومن الناحيه التانيه بوكس، او ممكن يكون بن مع بن، او يكون بوكس مع بوكس، او ممكن استخدمه في اني استخدمه اني ارفع سترينج، ارفع دريل بايب او دريل كولر، او ان انا اعمل كونكشن بيه. في برضو حاجه زي البيت صب. البيت صب زي ما انا شايف كده بيكون دبل دبل بوكس، ده اهم حاجه تميزه. خلينا نشوفه هنا، عندي اهو دبل دبل بوكس، يبقى بوكس هيركب في الدريل كولر اللي فوق، وبوكس تاني هيركب في الدقاق تحت. عندي ممكن الصبات دي ممكن انها تكون بتنقل لي كروس اوفر، بتنقل لي من سن كبير لسن صغير، او من سن صغير لسن كبير، او من سن لسن، من نوع معين لنوع معين، من سن مثلا اي اف لسن ريج او سن انجلو. انواع السنون دي طبعا حاجه ادفانسد جدا في الدريل بايب. ممكن يكون في حاجه اسمها سيفر سب، كيلي سيفر سب، او توب درايف سيفر سب. عندي مثلا ده من سن، يعني الاحظ ان السن هنا اوسع شويه، ده ممكن يكون اي اف، ده السن تاني ضيق شويه ليه اسم تاني. فدي كلها انواع اسمها السبات. طيب التيوبلر هاندلنج اكويبمنت، عشان ان انا اعمل كونكشن للاكويبمنت اللي احنا اتكلمت عنها من شويه دي، انا اتكلمت عن دريل سترينج قلنا بيتكون من ايه، عشان ان انا اقدر اعمل كونكشن لهذه الاكويبمنت مع بعضها، فانا محتاج اكويبمنت تمكنني من اداء هذه الوظيفه. بنبدا من فوق خالص من عند التروب ده، التوب درايف. التوب درايف بيكون متعلق فيه لينكات بنسميها الاليفيتور لينك. الاليفيتور لينك ده زي ما انت شايف كده، هو الجزء الاحمر ده عبارة عن درعين. الدرعين دول بيكونوا متوصلين في التوب درايف، اقدر اطلع بيهم وانزل واعمل روتيشن كمان لدريل سترينج. طيب في نهاية الاتنين اليفيتور او الدرعين دول بيكون في حاجة اسمها البايب اليفيتور. البايب اليفيتور ده زي ما انا شايف اهو، البايب بتكون موجودة في النص هنا، واقفل التول جوينت تتعلق في الجزء اللي انا شايفه ده، يعني في الجزء ده مجرد ما اقفل اللاتش ده، اللسان ده هيقفل هنا، الدريل بايب كده اتعلقت من التول جوينت بتاعتها، واقدر اعلق السترنج واطلع بيه وانزل. وده شكل بيوضح التوب درايف اهو، متعلق فيه السيفر سب، متعلق فيه الدريل بايب مربوطه هنا، لكن عندي اللينكين او الاليفيتور لينكس متوصلين في النهايه بالاليفيتور، والاليفيتور شايل الدريل بايب اهو. برضه لو بصيت لها من اقرب شويه، اللينكات والاليفيتور قافل على الدريل بايب. طيب عندي السليبس. السليبس من الاكويبمنت اللي بستخدمها ان انا اشيل الدريل بايب. الماسوره موجوده، مواسير الحفر موجوده جوه الروتري هول او الروتري تيبل. انا مجرد ما ارمي السليبس هنا، فانا بعمل هانجنج او تعليق للاكويبمنت دي. هو زي ما انا شايف بيكون في دايسز، الدايسز دي بتبدا انها تعض في الجسم بتاع الماسوره، فتبدا تعمل لي هانجنج للاكويبمنت الموجوده جواه. طبعا في شكل ده للدريل كولرز، ده شكل السليبس اللي بستخدمه في الدريل كولر. شكل الدايسات بتاعته بتختلف، وعدد ال عدد الانديفيدوال كومبوننت اللي فيه مختلف شويه عن الدريل بايب. الدريل بايب شكله تقريبا ثابت، بيكون ثلاثة سيكشن، كل سيكشن فيه الدايسات بتاعته. في كمان الكيسنج سليبس. الكيسنج ده سليبس الدايسات بتاعته شكلها مختلف زي ما انا شايف كده، شكل دواير مش الشكل ده. طيب في جزء اسمه سيفتي كلامب. السيفتي كلامب ده بستخدمه فور مور سيف، لو انا هعمل حاجه فانا بستخدم، لو انا هقف كتير في الروتري تيبل بستخدمه ان انا بلفه حوالين الكيسنج او حوالين الدريل بايب او الدريل كولر، وابدا ان انا الفه زي ما انا شايف كده شبه الجنزير، واخد عليه تورك هنا بحيث ان هو يعمل لي مور هانجنج اهو
في دايسات برضو، وابدا ان انا الف الجزء ده، كل ما الفه هيقفل اكتر فيبدا ان هو يربط جامد على الماسوره، فيبقى صعب انها تفك او تسقط مني في الديل. طيب من الميجر اكويبمنت في عمليه الميك اب او البريك داون ان انا اجمع مواسير او ان انا اكسر مواسير او افك المواسير من بعضها، عندي الليكتونج. الليكتونج ده هو مفتاح البرليمه، بيبقى فيه منه اتنين موجودين، واحد بيكون ناحيه الدريلر كونسول او ناحيه الحفار، والتاني عكس الحفار. اللي ناحيه الحفار ده بستخدمه عشان اعمل ميك اب للمواسير، بحيث ان انا ده بيكون ثابت من تحت وده بيكون من فوق، وابدا اربطه من هنا كده وبالكات هيد، الكات هيد، وابدا اخد تورك فيبدا ان هو يعصر لي الماسوره يربطها. لو هعمل بريك اوت فهستخدم ده وهثبت ده، اللي ناحيه الحفار هيكون ثابت، الناحيه الثانيه هيكون متحرك، ابدا الفه هناك، ابدا ان انا اكسر المواسير. طيب زي ما انا شايف اهو، ده ثابت، ده متحرك، ده في جنزير اهو بيحركه، ياخد تورك عليه خلاص. طيب البايب سبينر ده سبيشال اكويبمنت بستخدمها لمجرد ان انا عندي البن والبوكس بتاع الماسورتين، في سن كبير هنا عاوز ان هو يتلف جوه البن، عاوز يدخل البوكس، فهيبدا ان الرولات اللي موجوده هنا دي تاخد حركه دورانيه سريعه عكسيه، تبدا انها تلف السن بتاع الماسوره دي يدخل جوه هنا، لكن طبعا مش هتقدر انها تاخد تورك عالي، لازم ان انا بعد ما افكه، يعني بعد ما انا كده ربطت الماسورتين في بعض، هبدا اجيب مواسير مفاتيح البرليمه اللي هو الليكتون، وابدا اخد تورك عن طريق الحفار. ده اشكال البايب سبينر. طيب في برضو عند البيت بريكر، البيت بريكر ده مجرد ان انا لما احب اعمل ميك اب للدقاق هربط الدقاق في البيت سب، ومن البيت سب هبدا ان انا حتى السايز بتاعه هيكون مكتوب عليه 17.5، ده مقاس دقاق، بحط الدقاق هنا، ده كون بيت او تراي كون، بحط الدقاق هنا وبثبته، وابدا ان انا اربط السيفر البيت سب، ومن البيت سب ابدا اربط الدريل كولرز وابدا ان انا اثبت. طيب كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالروتيتنج الروتر اكويبمنت والتيوبنج تيوبلر هاندلنج. ان شاء الله هنتكلم عن المود سيركيوليشن.